طالع الشيخ كرة العرضية جول. سجد الله حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا، راح فيكم في حلقه جديده من زوم شو. دائما وابدا تواصل معاكم. اليوم احنا موجودين في استاد محمد الحمد بنادي القادسيه لنقل احداث مباراه تجمع ما بين النادي العربي ونادي كاظمه في كاس سيدي حضره صاحب سمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. تابعها مع بعض. هذه اول مباراة اليوم في كاس سيدي حضرة صاحب سمو امير البلاد ومع كاظمه. مع كاظمه، كاظمه الربع. كاظمه لاعبين، كاظمه لاعبين عربي سابقا. عربي يحاول اياهم عشان يعطونا. ما في فايده فيهم. يعني اللقب هذا غاب عن خزان العربي، بيرد ان شاء الله هالموسم. ان شاء الله يرد يا رب، مع الشغل اللي قاعد يشتغلونه ادارتنا وربعنا واللاعبين. ان شاء الله يا رب متفائلين خير، ما نوعد بس ان شاء الله متفائلين خير. لاعبين يدد، لاعبين صغار ومحترفين زينين. فان شاء الله يا رب يا رب الله يوفقنا ان شاء الله اني بالكاس واني بالدوري بعد ان شاء الله. ايش قاعد اشوفك مع حسين المسوي، ايش عندكم؟ والله قاعد اتفاوض انا وياه على المباراه. لا والله المباراه حلوه اليوم، اول مباراه بكاس الامير العربي بحضور جمهور. ما شاء الله راح يكون جمهور حاضر بقوه اليوم. الجمهور هذا مو غريب عليك علي؟ والله جمهور حلو فقدته. اي والله فقدته. بعدين اليوم الحضور عشان التعاقدات هذه الجديده، اكيد جاي بيشوف اللاعبين وكذي. ومباراه كاس الامير مباراه مهمه، ودائما بين العربي وكاظمه من عمر حتى من انا بالعربي مباراه ما تكون محسومه، او لو شنو يكون في نقص بالفريق بين الفريقين المباراه تكون صعبه ولها حساباتها الخاصه. بما انك ذكرت النقص بين فريقين العربي، نشوفهم ما شاء الله مكتملين صفوف، فيما يخص كاظمه ايضا مكتملين اليوم؟ اليوم كاملين، يعني حتى اللاعبين الاساسيين او الاسماءهم يعني من نجمه مثل يوسف ناصر، ناصر فرج موجودين، بس اختيار المدرب انه يكونون احتياط. بنشوف علي الشناني بالملعب؟ قول ان شاء الله. وبيقول على العربي؟ شيء راح يزعلون. لا انت بس انت لابس شعار كامل. انا ابي اقول كيف كمات، اذا نزلت اول شيء فكر فيه ابي اقول. واذا قولت راح تحتفل؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا بيتي، انا احترم هالنادي واحترم بيتي واحترم الجمهور، بس صراحة افرح من داخلي شوي. اليوم اشوفك ما قاعد تسخن ليه الحين، ها مو جاهز؟ لا جاهز ان شاء الله، بس الموجودين فيهم الخير والبركه، وان شاء الله يقدمون مستوى ونفوز ان شاء الله. توقعاتك عقب مباراه اليوم، خصوصا اول مباراه للفريقين في كاس حضره صاحب سمو امير البلاد؟ اول مباراه طبعا هي تكون مفتاح حق الفريقين، ان شاء الله الفوز كظماوي ان شاء الله باذن الله. يعني تتوقع ان شاء الله؟ ما كنا في ناس يقولون يشوفونها تعادل رايح على التعادل. ان شاء الله فوز، ان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه، هذه البدايه بطوله جديده، وان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله. خصوصا بان نادي كاظمه يعني اخر بطوله لحضره صاحب السمو كانت في 2011، فاكيد متشوقين للمنصات التتويج. اكيد اكيد، وان شاء الله مو بعيده ان شاء الله. جهاز شنو هذا؟ والله عشان العضله تمزق. تمزق فلازم تعالج اول باول. حلو ما شاء الله عليك، يعني فاليوم ما راح نشوفك برضه. لا والله. شنو توقعاتك لهذه المباراة كونها أول مباراة في المجموعة ما بين العربي وكاظمه؟ أول شيء إن شاء الله التوفيق حق فريقنا، وإن شاء الله تكون مباراة حلوة تليق بحجم الفريقين. يعني العربي في تجديد لاعبين وايد محترفين محليين، بس إن شاء الله هذا ما يأثر علينا، إن شاء الله الربع جاهزين إن شاء الله. كاظمه نشوف هالموسم مباراة توب، مباراة مستوى نازل شوي.
اي والله صح، في مباريات ما نكون مستوانا وفي مباريات تكون فيها شويه ظروف، فيها غيابات فتاثر علينا يعني. ان شاء الله بس نتجاوز الامور هذه، انه يعني دام انك تبي تكمل وتبي تحقق بطوله لازم يكون نفس طويل عندك. اكيد. زين نرجع حق الاصابه ان شاء الله، متى ترجع بالسلامه ان شاء الله معافى مشافى؟ ان شاء الله اسبوعين. يبي لك اسبوعين ان شاء الله، هذا على كلام الدكتور. ان شاء الله ان شاء الله بعدها تدخل التمرين ولا تكون جاهز إن شاء يعني الله. ان شاء الله يا ان ادخل تمرين مع الفريق تمرين جماعي او اني اكون يعني تدريجي. ان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل وترد افضل مما كنت داخل الملعب. كم اليوم؟ 2-1 لنا. شنو شعورك كنت تشوف اليوم مباراه فريقك الحالي نادي كاظمه مقابل فريقك السابق النادي العربي بوجود هالجماهير؟ اشتقت لهم؟ اي والله اشتاق لهم، شيء غريب صراحه يعني تشوف فريقك اللي انت يعني متربي فيه صاعد وياه من اول ما لعبت كره، فشيء غريب يعني تشوف المباراه هذه. ان شاء الله تكون مباراه حلوه يعني. ان شاء الله. في حال كاظمه اليوم قبل بتقوم تستانس مع الشباب ناصر صلبوخ؟ لا نقومه غصبا عليه، نقومه لازم. اي لازم. اي اكيد كاظماوي خلاص، لبس ناصر. بنشوفك اليوم في ارضيه الملعب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الربع يكفون ووفون يخلصون من بدايه المباراه، وان شاء الله ما يحتاجوني مره واحده. وان شاء الله اذا مشيت اسوي علي وقت ان شاء الله باذن الله. كم تتوقع النتيجه اليوم؟ والله اتوقع كل خير، كل خير اتوقع ان شاء الله. قايل لي والله. كم قول؟ اقول؟ اي قول قول قول. قايل لي والله. قال 2 كاظمه؟ 3-2 كاظمه؟ اكيد ناصر؟ ان شاء الله باذن الله، توقعاتي. ومن اللي بيقول؟ والله حي واحد بس ان شاء الله يقولون. كل التوفيق لكاظمه اكيد والعربي في هذه المباراه، ونشوف مباراه تليق باسم الكره الكويتيه، خصوصا بان هذه اول مباراه فهد في كاس حضره صاحب سمو امير البلاد. اي صح اكيد، اول مباراه، ومباراه راح تكون صعبه اكيد، ما راح تكون سهله. وكل فريق يطمح لنا، مجموعتنا احنا صعبه، فكل يعني النقطه وايد مهمه بالمباراه. ان شاء الله تكون مباراه حلوه يعني بين الفريقين. ان شاء الله كل التوفيق لكم. ان شاء الله اجمعين. موفق يا ابو فرج. اجمعين حبيبي ما قصر. في الاسبوع الحادي عشر ضمن الجوله الحاديه عشره انطلق شوط المباراه الاول مشاهدينا الكرام متابعينا الاكارم الى وسط الملعب. تبقى لصالح اللاعب ناصر لهيب عرضيه الى العمق الان. يا الله يا الله على هذه الراسيه للعربي جينا، او للعربي جينا، او للعربي جينا، او الفوز باذن الله باذن الله لينا. والفوز بإذن الله بإذن الله لينا. أول العرب جينا، أول العرب جينا، والفوز بإذن الله بإذن الله لينا. أو عرباوي بالميدان دايم منتصر، عرباوي بالميدان دايم بنتصر، لابس الاخضر ليش بتفتخر؟ عرباوي بالميدان دايم بنتصر، لابس الاخضر ليش بتفتخر؟ وللعربي جينا، وللعربي جينا، والفوز باذن الله باذن الله لينا. اليوم اول مباراه في كاس حضره صاحب سمو امير البلاد. الله يطول بعمره. الله يطول بعمره ان شاء الله. غياب هذا الكاس عن خزينه النادي من 2008. من 2008 شيء طبيعي يعني. شيء طبيعي. انا اقول لك ليش. احنا تقريبا 15 مره ماخذين الكاس، القادسيه سابقيننا 16. ان شاء الله البطوله هذه لنا 16. البطوله هذه 16 ان شاء الله. والله واثق من فريقي. اليوم بس كاظم؟ لا شوف، ان شاء الله فايزين. الفريق بدا ترد فيه الروح، خاصه بعد اخر لعبه مع بركان شفنا الروح باخر ثواني، فهذا الشيء اللي كان يعني كان العربي فاقده من سنين. لو ترجع حق العربي من سنين، العربي كان بالدقيقه الثانيه الاخيره على قولتهم يحط جول، فالشيء هذا رجع حق الجيل اللاعبين الحاليين يعني. الحمد لله يا رب
انه قاعد يلعبون لاخر دقيقه واخر نفس، وهذا شيء يطمن صراحه. زين ابو جبل، ترى كاظمه فيهم ايضا من العرباويين السابقين، شاب كنكوني، ابو احمد، علي اشكناني، فهد الحشاش. عادي، شنو المشكلة يعني؟ هذا اسم الاحتراف، انزين، يبقون لاعبين كانوا بالعربي واليوم يلعبون بكاظمة، في النهاية يبقى احتراف حق اللاعبين. ما في استهجان عليهم يعني انتم؟ بالعكس بالعكس، احنا نرحب فيهم، بالعكس كانوا لاعبين ولا زالوا يعني بالقلوب محبة لهم، بالعكس. يقولون ولهوا على هالجمهور وهالشيلات. أكيد يعني جمهور العربي ملح الرياضة الكويتية وملح المدرجات الأمانة، يعني بعد الإيقاف اللي صار أنت الحين مالك إلا شيء واحد بس جمهور العربي الأمانة. شوف أنت اليوم الحضور ما شاء الله، يعني أنا بنفسي ما توقعت الحضور هذا، رغم ترى أنه في اختبارات حق الثانوية العامة وأيضا الكليات الجامعة في اختبارات. زين أبو جبل، ليش حولتوا من الرابطة ل مطلب الجمهور العربي؟ انزين، وكانت عندنا ظروف انزين انه ما نقدر الهلالي، لكن مطلب انزين، واحنا دائما يعني تنسيق مع الجمهور العربي. للامانه احنا اي شيء نقوله انزين الجمهور العربي ما يقصر، ففي المقابل هم اللي يقولون هم احنا ما نقصر وياهم حسب الظروف. واليوم طبعا الظروف سمحت لنا نني الهلالي، ما شاء الله الحضور يعني ما شاء الله، انا ما توقعت. وان شاء الله مباراه الكويت ايضا في شيلات جديده، في شيله جديده ان شاء الله، وفي عندنا مشجع ايضا جديد موجود ويانا زين، وراح يقول الشيله الجديده ان شاء الله اليوم. والجمهور العربي ترى كل شيء جديد عنده. ضمن المجموعه الثانيه مشاهدينا متابعينا الكرام، كره اللعب الان، مرور والتسديده، ولكن بين احضان الحارس حارس المرمى حميد القلاف. فيصل يقول لاعب لعب بالساحه، لكن احنا ما شفنا لاعب العربي. لا بالعكس، قاعد يلعب بالساحه، لكن العربي من عوايده اول ما ينزل الملعب لازم بالبدايه يدرس التكتيكات عدل، بعدين ذيك الساعه راح تشوف اللعب كل ماله يزيد يزيد يزيد. الحين مثل ما انت شايف يبنى كيتا ويبنى احمد يونس ويبنى امين الشرميط ويبنى كذا لاعب، باذن الله كل اللاعبين اللي يبنهم متاقلمين مع الفريق. وشوفت عينك اخر ثلاث جولات من امثال احمد العنزي ومن امثال احمد يونس ومن امثال الشرميطي، جوله ورا جوله قاعد يتاقلمون مع الفريق عدل. زين انت برقان طفتهم 2-1، اليوم راح تقدر على كاظمه؟ اكيد راح اقدر، بما ان انا قاعد العب في اغلى الكؤوس واغلى البطولات، كاس سمو الامير عسى الله يحفظه ان شاء الله. فباذن الله العرب مثل ما يقولون هذه البطوله مخصوصه حق العربي، العربي لعبتها البطوله هذه. هي كانت مخصوصه للعربي، لكن القادسيه طافكم البطوله. القادسيه طافنا لظروف ما حسيتها كان العربي مريض، لكن العربي يمرض لكن ما يموت. الحين العربي صح الحمد لله وعالجناه، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم هلا وجهه طيبه اللي قاعده، هذا العلاج حق العربي، علاجه هو جمهوره. فباذن الله ان شاء الله مثل ما انت شايف اللعب كل ماله قاعد يصير حامي، وباذن الله العربي راح يحسم المباراه وراح يتاهل حق المجموعه، وراح يباري الفايز من المجموعه الثانيه. هذه مرت على خير، هذه عدت على خير عادي. الفريق اللي ضدنا تلقائي هجمتين خطره بس هذا عدى، لكن العربي مثل ما انت شفت. زين الحين في هذه المباراه وفي هذه المجموعه الصعبه، مجموعه حديديه في كاس حضرة صاحب زمام البلاد، الحين خل المجموعه اليوم بتطوف كاظمه؟ اكيد اطوفها، ليش ما اطوفها؟ انا طفتها بكاس ولي العهد. تاخذ منها نقطه ولا ثلاث؟ ان شاء الله ثلاث، يعني انا في بطوله كاس ولي العهد اخذت منها ثلاث على استاد نادي الكويت، غلبته 3-2 ومع الرأفة كانت. والحين عاد يمكن الوضع شوي يختلف، يمكن كاظمه يشد حيله. احنا شوف انا اقول لك اياها، انا شخصيا ترى ما استهزأ بالخصم، كاظمه فريق كبير وعلى العين وعلى الراس ويلعب ترى، والقادسيه بالياله طافه بالدوري ترى لا تنسى 1-0، فحسنا كاظمه ترى شيء غريب. فباذن الله ان شاء الله، بس الزعيم هم عنده وباذن الله راح يقدر وراح ياخذ 3 نقاط وراح يتاهل باذن الله ان شاء الله. في تشكيله نادي النصر سابقا وتشكيلة النادي العربي الحالي، هنا محاولة، هنا ترقب الآن، أمين الآن، يا الله الله، جول، الله الله الله. شنو يا
في هذا الجو البارد؟ بالعكس جو حلو، جو كروي حلو، وفريقي ما يله اذا ما يلحق العربي من عقلي. بيفوزون عادي اي لهم ان شاء الله. الحين 1-0 لكن كاظم يمكن يردون. انا اشوف كاظم اليوم حالتهم وايد زينه، يعني احسن من المباريات اللي طافوا، وهذا حالات المباراة انه في تكافؤ بين الفريقين. يعني انت مو دوم تجيب طال مباراة من طرف واحد، مباراة تصير مملة، لازم تشوف فريقين. فريق كاظمة يعني مو من الفرق الصغيرة او تاريخ، وفريق لازم نحترم كل الفرق، بس كاظمة من الفرق اللي لها صولات وجولات وبطولات لهم. العربي شلون بعد هذا المحترفين اللي يبوهم والتعاقدات، نشوف العربي افضل؟ الادارة ما قصروا، فعلينا احنا الجماهير اما نقصر بدافع حضورنا ونعطي حافز حق الوعيب، والباقي عليهم عاد. الحين الكره بملعبهم، لازم هم الحين يشوفون الجماهير اللي قاعد تحضر. كم راح تنتهي؟ والله انا اتمنى كوني عرباوي، اتمنى اني انا افوز، بس 2-1 يمكن لي. والمحبين النادي العربي يا الله لهذا لهذه الجماهير الحاضره. كره تلعب الان، كاظم الان، يا سلام يا هي مباراه. الكره من هنا وهناك، عمر حبيتر على التنفيذ الركنيه الان، هل ينهي نادي كاظم الشوط الاول بالتعادل الان؟ اوه مرت، وهنا يعلن الحكم السيد سعد الفضلي عن نهاية الشوط الأول بتقدم العربي. يعطيك العافيه ابو غفور. الله يعافيك ان شاء الله. اليوم ما نشوفك في ارضيه الملعب، عسى ما شر. ما شر، بس اصابه بسيطه بايدي، فالمدرب قال حب يريحني على المباراه عشان عندي فتره طويله راح اسبوعين. حلو، ان شاء الله نشوفك المباريات القادمه ان شاء الله باذن الله. طيب بخصوص هذه المباراه مع كاظم في اول مباراه في كاس سمو الامير العربي، غابت عن هذه البطوله فتره طويله سليمان، هل راح نشوفه يرجع؟ شيء اكيد ان شاء الله باذن الله نرجع. احنا طموحنا هذا الموسم الحصول على الدوري والكاس، نحاول كثر ما نقدر ان ننافس على البطولات، وتدري نظام الكؤوس الحين نظام دوري شوي يكون اصعب من نظام خروج المغلوب، الواحد يفكر بالفرق الثانيه، ومجموعتنا مجموعه قويه، نحاول ناخذ 3 نقاط اليوم، وان شاء الله باقل مجهود، يعني ان سجلنا هدف الشوط الاول، وان شاء الله نحافظون الشباب على الثاني. ما اتوقع كاظم بيضاعفون المجهود، بيحاولون يردون في النتيجه. اكيد يعني فريق كاظم فريق كبير، انه يحاول انه يرد المباراه، وطبعا مجموعات مع فريق قوي الخسارة صعبة لنا المهمة، مثل ما صار احنا ويانا بكأس الولايات خسرنا من السالمية وصارت علينا صعبة، فكاظم راح يحاول كثر ما يقدر انه يرد المباراة، بس ان شاء الله ربعنا قادرين انه يحافظون النتيجة ويزيدون جول ثاني ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله كذا. عائشة، شوط اول حلو من العربي وايضا من كاظم، 1-0. والله مثل ما قلت شوط جميل صراحة من الفريقين، كاظم ادى شوط جميل صراحة، وايضا نادي العربي أدى خوش شوط. نتمنى إن شاء الله من رابع تركيز شوط ثاني محافظة على تقدم هذا، كون نادي كاظم يعني ما راح يوقف على قولاتهم، راح يواصل الضغط، راح يحاول يجيب تعادل الضغط. إيه أكيد راح يواصل الضغط، يعني فريق مثل ما أنت شايف كان ندغوي صراحة الشوط الأول، لكن الحمد لله توفقنا بالجول الأول، أتمنى إن شاء الله نحافظ عليه إن شاء الله. إيش رأيك بهالجمهور اللي موجود؟ والله يعني يعجز اللسان عن وصف صراحة الجمهور العربي، للأمانة ما أعطي حلاوة حق الكرة الكويتية، يعني اتمنى لهم ان شاء الله توفيق وان شاء الله نفرحهم. من يقولون حمد يا حمد؟ والله بالعكس يعني صراحه شيء يعني اتشرف فيه للامانه. ف نشوفك بايشة بالملعب والله ان شاء الله، ان شاء الله هالشيء بيد المدرب ان شاء الله، وانا راهن الاشاره على قولتهم موفقين اجمعين. نادي كاظم باللباس البرتغالي على يمين السادة المشاهدين، نادي العربي باللباس الأخضر على يسار الشاشة. في شوط المباراة الثاني إبراهيم أكيتا، هنا محاولة إلى عبد الرحمن البناي، محاولة عالية إلى الأمام إلى عبد الله الظفيري اللي يقدم أجمل عطاءاته اليوم،
باتريك فابيانو ضاعت. الحادي والعشرين من هذا الشهر ابراهيم اكيتا. كيتا الله ضاعت على بدر طارق. فيصل دشتي الى البناي، عبد الرحمن البناي الى يوسف دشتي، يوسف ناصر، يوسف ناصر الى ناصر الفرج، مع ناصر لوهيب، لوهيب الان يا الله جول. الله الله الله. عبد الرحمن باني، كرة اللعب الان ناصر الفرج، محاولة الان يا الله 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 الله. والمتابعة لا زالت المحاولة قائمة، هنا المتابعة، هنا الإبعاد، هنا الترقب، هنا انطلاقات الآن ناصر الفرج، ناصر الفرج الآن محاولة، ترقب الآن، ترقب الآن، الآن محاولة يا الله على ضياع الهدف. والاستبسال من حميد القلاف، وبالتزام في وسط الملعب. فنيا الشوط الأول كان المدرب الصربي ميدراك. هنا المتابعة، هنا الترقب الآن الثالث يا الله جول. الله الله الله. هنا يعلن الحكم السيد سعد الفضلي عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي كاظمة ب3-1، بعدما كان نادي كاظمة متأخرا في الشوط الأول بأقدام أمير الشرميطي لصالح العربي، ولكن في الشوط الثاني قلب النتيجة ناصر الفرج وهدفين لباتريك فابيانو. مباراة جميلة قدمها السفير الكاظماوي، مباراة أكثر من رائعة من الشوط الأول على الرغم من تأخركم بهدف، لأن كنتم مسيطرين على المباراة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أقول هذا لك العربي، يقول لك ربعنا كنا الأفضل طول المباراة، بس ما شاء الله حميد قلف كان يوقف صح، الكرات كلها بريم، شايف شوط الأول كل شوتات ما شاء الله بيده، فهذا يدل على وقفته لأنه حارس كبير. بس توفقنا الحمد لله، فابيانو ما توفق في انفراد، بس قول سجل هدفين. روح الشباب، إصرار الشباب، يعني أمانة الأسبوع اللي فات كان في إصرار إن إحنا هذه اخر بطوله، اذا احنا ما بننافس سجلنا احنا بيننا وبين الاول بالدوري 6 نقاط، بس احنا لازم نبلش صح بالكاس، ما بلشنا صح بالكاس، كاس والعهد، والحمد لله الله وفقنا وحققنا المراد وان شاء الله نكمل المشوار. بس مجموعتكم صعبه ابو احمد. شوف اهم شيء اول لعبه، بالذات كل فرق بالذات مجموعتنا اهم شيء اول لعبه تفوز شويه ترتاح نفسيا عشان لا تدخل ضغوط نفسيه في مباراه ثانيه. اقول قلت لك الشباب هارك العربي كان العربي تدري انت بعد ما تاخر فتح الملعب، احنا الحمد لله استغلينا الانفتاح سجلنا هدف ثالث. اقول الحمد لله رب العالمين، مشكورين الشباب على روحهم على صلاتهم في هذه المباراه تحققين حبيبي مشكور. وفير يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعال يا امي، اول شيء مبروك الفوز والثلاث نقاط في هذه المجموعه الصعبه امام فريق صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك، وش يبارك حق نادي كاظمة، هاردك نادي العربي. الأمانة اليوم يعني الفوز كان صعب يعني على نادي قوي اللي هو نادي العربي. بهالمباراة يمكن شفنا روح أكثر من مباريات اللي طافت، إحنا كنا محتاجين هالروح هذه. نادي كاظمة يعني متفاوت بين مستوى يعني، بس إن شاء الله نتمنى على نتمنى يعني يقدم على هالمستوى هذا وأكثر إن شاء الله. هذا مستوى كاظمة؟ والله أفضل عندنا إن شاء الله، بس إحنا مثل ما قلت لك إنه متفاوت شوي مستوى لاعبينا، بس إن شاء الله هذه بداية خير لنا إن شاء الله ونوصل للنهاية بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله على الرغم من تأخركم بهدف في الشوط الأول، إلا أنا ما استسلمتوا وكنتم مسيطرين في الشوط الأول، وزاد إصراركم في الشوط الثاني وشفنا 3 أهداف. يعني أول شيء مثل ما شفت بداية الشوط الأول كان ضغط لنا، يعني كنا ضاغطين نبي نقول، قولوا علينا قال اللي هو هجمة مرتدة شيء، يمكن بس الهجمة هذه. الشوط الثاني دشينا بكل يعني ثقلنا مع التبديلات، يعني قلت لك حق المدرب التبديلات هي اللي عملت الفارق في هذه المباراة. ناصر العمران ألف مبروك الفوز في أول مباراة في كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد،
والظفر بثلاث نقاط مهمة أمام فريق صعب مثل النادي العربي. الحمد لله على كل حال، يعني احنا قلنا مباراة الكوس تختلف عن الدوري بغض النظر عن الإمكانيات والفوارق البدنية، من يلعب في تركيز ويكون حاضر ويتحمل المسؤولية وروح قادر أن يحقق ثلاث نقاط. تو الناس هاي المباراة الأولى، عندنا كذا مباراة لابد أن على الأقل نقدم شيء نوصل قبل النهاية والكل حادث حديث. لعبنا بشوط أول بوجهة نظري خسرانين 0-1 من أنصاف الفرز سجل الشرميطي، لكن وصلنا للمرمى مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس لكن ما كان حالفنا الحظ. الشوط الثاني هني نقطة النظام، شنو اللي صار بين الشوطين واللي تحولت النتيجة من 0-1 إلى 3-1؟ احنا طبعا قراءتنا حاولنا في الشوط الثاني ان نستغل مساحات العربي، نعطي العربي، استدرجنا العربي اللعب في ملعبنا، في ملعبنا اعطيناهم المساحة اللعب في ملعبنا في وسط الملعب، نفتك الكرة في ملعبنا ونلعب على الارتداد السريع اللي خلف مدافعين ظهير الايمن والايسر او خلف قلوب الدفاع. هذه المساحة من 30 ل 40 متر حاولنا نستغلها بالارتداد السريع ولعبنا ونجحنا في ذلك من هجمة منظمة عرضية من ناصر الوهيب، باتريك يسجل داخل بوكس مهاجم، عارفينه مهما يكون ما يسجل بالشوط الاول لكن بهجمة واحدة يعيد لك المباراة. بس توقعت ناصر امانة ان تقلبونها وتكون ثلاثة؟ نعم، ما توقعنا ثلاثة لكل امانة، لكن عملنا تغييرات، سحب حمد حربي هذا ريسك في نص ارتكاز مدافع، ومشاري العازمي كان مع شاكر في النص والظفيري باليسار وناصر فرج باليمين ويوسف وباتك في الهجوم، عملنا قوة هجومية بخمسة وقوة دفاعية في خمسة، نجحنا في ذلك الحمد لله على كل حال. تو الناس يعني الطريق طويل لكن نتمنى الوصول قبل النهائي والكل حادث حديث. What happened the match coach Miodrag? Pitao šta se desilo na meču. Pa desilo se to kada dok smo imali rezultat pozivate, mogli smo imali smo neke pozicije da damo drugi gol i da rešimo utakmicu. Nismo to uradili, mi smo svoje neke ispustili šanse kad smo mogli da povećamo rezultat, onda su kasnije oni svoje šanse iskoristili, to je, ostaje samo da im čestitamo na pobjedi. You know, we have a good result and then we missed a few chances, we must finish the game and we fall, you know, our chances, our opponent score and that's it, you know, that sometimes happens in the football. Now you lose 3 points from the first match. What about the next matches? Meču, šta ću za sledeći meč? Ima dosta još, ima još 5 utakmica da se igra, ima još dosta bodova. Ovo je prva utakmica, u drugim utakmicama očekujemo malo više sreće i da kad imamo pozitivan rezultat da ga sačuvamo do kraja. Now this new cup start, we hope next matches we have more lucky than we have today. So, you know, we will see. This is long, this is first game for this cup. Good luck for in the next match. Čestitam i puno sreće na. Thank you and for all your TV and everybody. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you, coach. سألنا الكوتش والمدرب ميودراج على المباراة وماذا حصل في هذا المباراة. فتكلم وقال بأن في الشوط الأول كنا متقدمين لكن في الشوط الثاني أضعنا بعض الفرص وكاظمة استغل الفرص واستطاع أن يسجل ويفوز في هذه المباراة. بعد سألنا أن هذه أول مباراة في هذا الكأس وأنت خسرت الثلاث نقاط، ماذا ستفعل في المباريات القادمة؟ قال بأن هذه أول مباراة في كأس سمو الأمير وهذه كأس جديدة غير مباريات الدوري، ويأملون أن في المباريات القادمة إن شاء الله تكون المستوى يكون أفضل ويفوزون في جميع المباريات. أبو محمد، 1-0 الشوط الأول تتحول إلى 3-1 في الشوط الثاني، شن اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نقول هارد لك حق جماهيرنا، كنا اليوم حابين نفرحهم لكن قدر الله ما شاء فعل، هذا حال الكرة. أحيانا تكون أنت في مجريات المباراة تكون أنت المتفوق لكن الكرة ساعات يعني تنعكس عليك، إذا حصل عندك نوع من الدروب استغلوا الإخوان في فريق كافو، نقول لهم قد لك على أداء خصوصا في الثلث ساعة الأخيرة من الشوط الثاني، أدوا أداء طيب، تميز مدربهم في التغييرات صارت فعالة، حق مشروع لهم أنهم يفرحون، حق مشروع لهم أنهم يدون الأداء الطيب. احنا لله الحمد يعني نقول احنا كسبنا من المباراة شيء طيب اللي هو نتعلم من اخطائنا، جتنا في وقت يعني نقول باذن الله يكون
جيد في توقفنا 12 يوم. إن شاء الله في خلال 12 يوم هذا انتدارك الأمر الجهاز إن كان عن طريق الجهاز الفني أو الجهاز الإداري وبالأخص إخواني اللاعبين الذي يجب أن يقعدون مع أنفسهم قاعدة يعني ذهنية وليس يعني هم ما فيهم قصور. أنا أتكلم ذهنيا لأن اللاعبين أعتقد الشوط الثاني ذهنيا طلعوا من الأجواء اللقاءات ما هي كالمعتاد، لكن هاي تحصل. أنا قلت لك الشيء الإيجابي فيها إن إحنا نتعلم من أخطائنا، إذا ما نتعلم من أخطائنا فأعتقد إن ما نستحق إن نكمل في المشوار في مشوار هذه البطولة. مشوار صعب أبو محمد خصوصا في مجموعتكم الصعبة، كل مباراة أصعب من الأخرى. ما في صعب، أنت اللي صعب شيء على نفسك. لله الحمد الفرق هذه كلها قابلناها إحنا في كأس في الدوري في الدوري العام والحمد لله كنا متفوقين عليهم أداء ولله الحمد في وبعض الفرق نتيجة. أنت اللي صعب المباراة عليك، أنت اللي تعمل لنفسك الإضرب. لكن أنا قلت لك هذه حال الكرة، أحيانا تكون أنت في العلالي وأحيانا يجيك من نوع من الإضرب، لكن قدر الله ما شاء إضربي أنا في وقت يعني أنا بالنسبة لي شيء جيد. لكن إن شاء الله بإذن الله أنت خطاه بإذن الله ومفرح جماهيرنا، خصوصا أن الكل يعلم أن عندنا محترفين إن شاء الله في خلال هذه الفترة يعني المدرب يعمل توليفة جيدة وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية. ولكن هالكلام لا يعني نقص في أخواني اللاعبين اللي لعبوا في خلال فترة المباريات السابقة، لكن هذا حال الكرة، في محترفين في فترات شتوية وهذا في جميع دول العالم وليس مقتصر على دورينا الكويتي ولا على نادي العرب. 1-0 تنقلب 3-1، شو اللي حصل؟ اللي حصل أول شيء مدرب كاظم أنا يعني صراحة أشيد فيه قبل المباراة عكس مدرب العربي اللي حاول لآخر لحظة أنه يحافظ على تشكيلته ويحافظ على النتيجة 1-0 وما حاول أنه هو يبادر بالهجوم، لعب على نفس التشكيل وبنفس اللاعبين اللي يمكن لآخر 6 دقائق عطى مساحات وعطى مجال نادي كاظمة انه يصعدون ويضغطون عليه. بس كاظمة كانوا افضل من بدايه المباراه حتى وهم خسرانين وهم لانك انت اعطيته مجال، انت اكتفيت، انت قولت وما نوعت بطريقه اللعب. اوكي في تكتيك بعالم التدريب في اكثر من تكتيك، اذا انا غالب مع مرور الوقت قراءتي بالشوط الثاني شلون بتكون. مدرب الفريق العربي كان يعني شلون اقول لك اياها كانه حفظ كان بس يبي 1-0 يبي 1-0 وانتهى الموضوع، والدليل انه يوم دخل عليه الجول فكر انه شلون انا اعوض. خلاص انت عندك وقت، انت اصلا التبديلات اللي عملها ما خدم الفريق، والدليل انه بهجمه عكسيه مرتده انت يعوض المباريات الجايه توقع. انا اتوقع مو طموح العربي الكاس، كاس ولي العهد طبعا طلع منه، وكاس كاس الامير من اغلى الكؤوس وغايب عن خزانه النادي من 2008. مو نفس الدوي خلى تركيزه هناك، خلى يكمل هني. لاعبين يدد على الفريق، انسجامهم، تشكيله، توليفه، الامور هذه خلها بكاس الامير وخلى اهتمامه بالدوري ان شاء الله. موفقين اجمعين. مع نهاية هذا اللقاء نقول ألف مبروك للسفير الكظماوي، الفوز بثلاثية والظفر بثلاث نقاط، وهارد لك للعربي وجماهيره. مثل ما عودناكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا للأحداث المهمة في برنامجكم زوم شو، احنا موجودين في الجزء الثاني من الحلقة في استاد ثامر، ومباراة تجمع بين نادي برقان ونادي القادسية في تصفيات كأس الأمير حفظه الله ورعاه. خلكم معنا نتابع أحداث وكواليس هذه المباراة. كابتن محمد بنيام مساعد مدير جهاز الكرة في فريق القادسية، بالبداية الله يعطيك العافية، نشوف القادسية حاضر بقوة في كأس الأمير ويقابل اليوم برقان اللي كان له تجربة سابقة في كأس الأمير، هذه ثاني تجربة له، فمو خايف اليوم تكون مفاجأة من برقان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم بالخير وجزاكم الله ألف خير اليوم على تغطيتكم المباريات بشكل دوري. أحد أهم أسباب الفوز هو احترام الفريق الخصم. أعتقد فريق نادي البرقان تطور في الفترات الأخيرة ونتيجته أمام الفريق العربي كان أكبر دليل، لذلك واضح اليوم من تشكيلتنا أن نلعب بالفعل رغم أن المباراة النهائية عندنا مع الكويت في بطولة كأس سمو ولي العهد بعد تقريبا 4 أيام، لكن اليوم الأهم عندنا اليوم هي مباراة برقان.
لذلك احنا مستبعد مباراه النهائي لغايه الامانه لغايه الان هي مستبعده من حساباتنا لسبب ان عندنا مباراه مهمه مع برقان اليوم. بالفعل في اول انطلاقه بطوله كاس السيده حضره صاحب السمو امير البلاد اول مباراه واجب علينا نحصل 3 نقاط، لذلك يمكن تشوف يمكن تشكيله رسميه اساسيه لفريق نادي القادسيه. اذا خلصنا مباراه اليوم راح تكون مباراه الكويت حسبه وقراءه اخرى باذن الله. لما نتكلم عن جاهزيه الفريق والمعسكرات اللي اقيمت قبل بدايه هذه المباريات والكؤوس، وعندكم مباراتين كاس نهائي كاس ولي العهد واليوم تصفيات كاس الامير حفظه الله ورعاه، استعداداتكم والتوفيق بين البطولتين. والله اليوم ضغط الجدول اللي موجود اليوم خلال كل 4 ايام عندك مباراه، ما اعتقد ان اتاحت لنا كثير يعني خيارات ان 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 في نوع من التحضيرات او من المعسكرات. اليوم ما في تحضيرات ولا في معسكرات، تلعب اليوم بعد 4 ايام عندك مباراه، بعد 4 ايام عندك مباراه، بعد 4 ايام عندك مباراه. يعني اذا كان في الامكان اني احاول اسوي يعني ريكفري حق اللاعبين او مثلا شلون نهيئ اللاعبين لكل 4 ايام مباراه، هذا الكلام راح ينطبق تقريبا لغايه 17/2 راح يكون تقريبا بالطريقه التاليه اللي هي كل 4 ايام مباراه، فهو امر صعب. اليوم التركيز ما هو على المعسكرات ولا على اليوم، التركيز على جاهزيه اللاعب نفسه، يعني شلون نقدر نجهز اللاعب بشكل دوري كل 4 ايام مباراه. لما نشوف تشكيله القادسيه نبي نعرف الغيابات اللي اليوم مو موجوده بالتشكيله خارج صفوف القادسيه. والله محمد الفهد العائد من الاصابه موجود خارج التشكيله. اليوم مساعد ندى ايضا يحس في ارهاق بدني تم اراحته، صالح الشيخ ايضا يحس لنفس الموضوع في ارهاق بدني ايضا اليوم ريحينه، رضا هاني راح يكون بديل، لكن اصابات تكلمنا عن اصابات فعليه هي محمد الفهد فقط لغايه الان. مدرب نادي برقان الرياضي كابتن حمد حربي، بالبدايه نقول لك هذه ثاني مشاركه متواجدين نادي برقان وحاضر بقوه في هالمنافسات ما شاء الله. والله ان شاء الله ان الفريق قاعد يؤدي مباريات حلوه والقادم افضل باذن الله ان شاء الله. شوفك ما شاء الله كابتن في عناصر قاعد تتجدد، في روح ودماء جديده قاعد تتغير في نادي برقان السنه هذه غير السنه اللي فاتت، انتم مشاركين بهدف تحصيل مركز في السنه هذه. صحيح، طبعا بدايه مشاركتنا 6/9 وافقوا على المشاركه، واخر وقت للتسجيل كان تسجيل لاعبين كان تاريخ 8/9، يعني يومين بس، فما سجلت ولا لاعب من برا، يمكن لاعب واحد عبد الله الربيعه والله يشفيه مصاب، ان شاء الله يرد الفريق باسرع وقت ممكن. طبعا في المرحله هذه سجلنا لاعبين صغار باذن الله راح يفيدون برقان، طبعا لانهم صغار بالعمر وان شاء الله انه راح ياخذون فرصتهم في الايام القادمه باذن الله. لما نتكلم عن نادي برقان ومشاركته في الدوري وفي الكاس، السنه اللي فاتت ما كان موجود بالدوري وكان بالكاس، بس السنه هذه عندك جبهتين قاعد تلعب فيهم، فهذا يشكل ضغط بالنسبه على اللاعبين خاصه لهم تجارب جديده في الدوري. وقصدك البطولات يعني؟ طبعا اكيد دوري فيفا غير يفرق عن دوري الرديف، فرق كبير يعني، ما هو عندك المحترفين عندك تلعب ويا فرق يعني، وفي المقابل الفرق رايحه معسكرات واعداد وناس يعني مهيئين انهم يلعبون كره قدم. فريقنا يعني احنا نقول السنه هذه ناسس على الاقل فريق، مو شرط انا موجود يعني يمكن غيري موجود، راح ان شاء الله باذن الله راح يلقى فريق يقدر ينافس فيه الفرق الباقيه باذن الله. شفنا ما شاء الله نادي برقان في اليد ما شاء الله يعني بدا بدايه جيده والان اصبح بطل واصبح خصم لا يستهان فيه بالنسبه لليد، هل يتكرر نفس السيناريو مع القدم؟ والله شوف ما في شيء يعني صعب، الانسان اذا يبي يوصل ما في اي مشكله، هذه بالعكس يعني امر عادي، وهذا طموح كل فريق انا اعتقد، وممكن يكون برقان يعني ان شاء الله باذن الله يكون فريق بطل بعدين ممكن باذن الله. معنا كابتن طارق اللقمان كابتن نادي برقان، ارحب فيك واليوم ثاني مشاركه لكم كاس الامير، اشوفكم ما شاء الله مستعدين نادي القادسيه في خبره سابقه. وش بسم الله الرحمن الرحيم، والله احنا جربنا كاس الامير الموسم اللي طاف وبالعكس هذا ان شاء الله نستفيد من اللي طاف الموسم اللي طاف من المباريات، وان شاء الله تشوفون برقان زين بكاس الامير، ويعني ان شاء الله واحنا بالعكس احنا طموحنا يعني نبي نسوي شيء بالكاس، فان شاء الله تشوفون برقان زين اليوم. اليوم خصمكم يعني لا يقل خطوره عن باقي الخصوم، نادي القادسيه يعتبر بطل ونادي كبير مثل ما برقان نادي كبير وحاضر معنا اليوم، استعداداتكم نادي القادسيه اكيد في استعدادات خاصه، اكيد في تدريبات خاصه، في تركيز على اللاعبين، في تغطيات بالنسبه لكم. والله شوف انت قاعد تباري القادسيه اكبر فريق بالكويت يعني ما يبي له كلام، ولاعبينهم ما شاء الله يعني كلهم منتخب كلهم لاعبين توب،
فاذا تبي تفوز على القادسيه ولا تبي تسوي شيء مع القادسيه لازم تلعب مجهود 150 ولا 200%، ما تقدر تلعب معاه 100% لان 100% هم يصيدك. قادرين توصلون ال 200%؟ ان شاء الله اليوم راح تشوفونا ان شاء الله باذن الله باذن الله، لازم كلنا نعطي اللي عندنا كله وباذن الله ان شاء الله نسوي شيء نطلع من القادسيه نتيجة حلوة إن شاء الله بإذن الله. لما نتكلم عن نادي برقان، أبرز العناصر اللي استجدت على نادي برقان بعد هذه المشاركة واللي خذت خبرة سابقة والتحقت بالنادي والمحترفين، إذا في محترفين نتكلم عنهم بالنسبة لكم؟ والله في لاعبين يدد وايد تغيروا اللاعبين وإن شاء الله فيهم الخير اللاعبين يدد، وبالعكس كان نشوف مستوياتهم طيبة ما شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله يبرزون معنا، ووايد عندنا صغار من اللاعبين اللي لاعبينهم يدد صغار، فإن شاء الله يبرزون، وبالعكس خطوة حلوة برقان أنا أشوفها حق جميع اللاعبين بالكويت الصغار، برقان خطوة حلوة لهم، فإن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله بإذن الله. شو اللي تغير عن مشاركة نادي برقان في السنة اللي فاتت والسنة هذه؟ أحس السنة إحنا بالدوري، يعني السنة اللي طافت كنا رديف فكان شوي الوضع غير، هالمرة بالدوري فكل مباراة قوية، فبالعكس يعني شيء حلو صراحه ان حطوا، المفروض انا اقول لك اياها قلطتهم انه ما دخلونا من العام، بس الحمد لله يعني الحمد لله هالمره شاركنا وان شاء الله ان شاء الله فيها الخير ان شاء الله. فيها التجربه برقان وين طموحه يوصل؟ والله احنا شوف احنا بدايه الموسم نبي نطلع بصوره حلوه كنا، ولكن الحين قاعد نشوف وضعنا وقاعد نشوف تطور صراحه ملحوظ عليه، فان شاء الله الحين نبي ننافس ان نقعد بالدوري وهم بالكاس، نبي ننافس ان نطلع ان شاء الله الدور الاربعاء، فباذن الله ان شاء الله راح نحاول يعني راح نلعب كل اللي عندنا وان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دكتور عبد الله الفريح احد اعضاء الطاقم الطبي في نادي القادسيه، بالبدايه نبي نتكلم عن جاهزيه اللاعبين اليوم، ومحمد الفهد نشوفه تو راد من الاصابه وفي لاعبين مصابين خارج التشكيله، نتكلم عن حالتهم البدنيه وجاهزيتهم في المباريات المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بالنسبه لمحمد الفهد طبعا فتره غياب طويله من اصابته، الان تو بدا يرجع عندنا شوي شوي، قاعد نسوي له التاهيل ويتمرن بروحه ويتمرن مع المدرب تمرين خاص بروحه. بين المصابين اللي عندنا الان هم ضاري سعيد اللي تعور في مباراه السالميه، كدمه كانت قويه جدا، حصل فيه تمزق بسيط في العضله الاماميه، وكذلك ايضا عامر معتوق في اثناء التمرين هم حصل له تمزق بسيط في العضله الاماميه، وان شاء الله ان شاء الله احنا قاعدين نحاول ان نرجعهم قبل يوم 16 باذن الله، نحاول باذن الله باذن الله. كابتن في سؤال يخطر في بال كل مشاهد وكل محب لهذه الكره، في الاونه الاخيره كثرت اصابات الرباط الصليبي، فكيفيه تفادي هذه الاصابه والحفاظ عليها واسبابها اللي تكون في الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لاصابه الرباط الصليبي هذه معروفه اصابتها ان يعني 90% منها من ارضيه الملعب، مرات لما تكون الارضيه مو زينه الريل تثبت بالحفره او بشيء وتفتر الركبه وتصير عند اصابه الرباط الصليبي ينقطع. احسن شيء انك تسوي لها انك تقوي العضلات الاماميه والجانبيه وتحافظ عليها عشان الركبه تصير ثابته ما ينقطع الرباط الصليبي، لكن بالنسبه لكره القدم يعني مقياسا احنا عندنا اكثر من دول وايد بالاصابات الركبه، وهذه صراحه شيء ضيق الخلق، لكن هذا قدرنا كذي لان الاراضي ارضيه الملعب ما تساعد، ارضيه الملعب الكويت ما تساعد. راغب مباراه خالد الشخص ومقيم الحكام السيد راضي الحداد الحكم الدولي السابق، نقول بسم الله وتنطلق المباراه، يتابع نفسه وايضا وين يوصل كره للاعب محمد خليل، ومحمد خليل ينقل على اليسار دائما هناك سعود العنصاري، وهذه كره ملعوبه خطيره والصافره وركله جزاء في اول 3 دقائق، والقائد والكابتن اليوم بدر مطوع، وين بدر مطوع وامام يوسف الصراف، جول بدر المطوع يسجل في أول 3 دقائق من المباراة في شوطها الأول في فريق برقان، يلعبها داخل منطقة 18، إذن إيدة قوية حلوة، الله الله سلام، كرة حلوة جميلة على طول الحقيقة وملعوبة بشكل جميل من طارق القمان، ما يحكم عليه في مباراة مبارتين، لا يحتاج مرن وشلون يتفاهم مع اللاعب الاخر سواء فيصل سواء بدر مطوع المشعان احمد الرياحي، كره حلوه وهذه سلفة تكلم عنها شايد ديفيد دا سلفة شايد فوق برا الملعب الى ضربه مرمى، وهذه التسديده تمر برا الملعب الى ضربه مرمى، بيعلي برا الستة
بيعلي برا الستة، شايف؟ نعم برا الستة، الله برا الستة وعلى الراس بالمغاس، لكنها في القائم الأيمن، في القائم الأيمن. القادسية جمهورة يصحى مع كل لعبة خطرة، فقط مع كل لعبة خطرة يصحى ويقوم يشجع على ثواني وبعدين يده. على العموم الضفيري نزل كرة لخالد محمد إبراهيم والحارس، ولا زالت خطيرة إنما أخيرا لتراوري. الآن يعلن حكم المباراة مد العلي عن انتهاء شوط المباراة الأول. تقدم القادسية بهدف من ركلة جزاء. كابتن يعقوب الغريب احد عناصر نادي برقان، الله يعطيك العافيه. بالبدايه نقول لك الشوط الاول ما كان في صالحكم 1-0، وكان بلنتي سجله الكابتن بدر مطوع. شوف رده فعل برقان كانت اقرب للتسجيل، ولكن في دربك تصير بالفينشينج عندكم اسبابها، ونشوف في اصابه محترف بعد. والله امانه انت شايف المباراه، يعني خذوها بالبلنتي وان شاء الله نعوضها بالجيم الثاني. اشوف الشباب الربع الاخير ما شاء الله شادين الحيل وكذي، وان شاء الله الجول يا الشوط الثاني. محترفكم اليوم اصابه اللي هو 27 عدل تو تعور، الثاني المحترف محترفين انصابوا اليوم. اي والله ما توفقنا بهذا. نقدر نقول عين ولا؟ والله ان شاء الله اللاعبين الباجين فيهم الخير، وان شاء الله ان شاء الله الجول جاي. قادر برقان انه يعوض. وصلتوا اكثر للتسجيل، كنتوا مرتين في هجمات خطره وصلت لحارس مرمى القادسيه، ولكن الفينشين كان عندكم يعني ما ضبط، ما سجلتوا اهداف، ولكن عندكم الفرصه الشوط الثاني. ايش راح يسوي برقان؟ رده فعله بعد الجول؟ والله ان شاء الله المهاجمين فيهم الخير ولنا نقول ان شاء الله باذن الله باذن الله. ايش راح يصير بالشوط الثاني؟ في تبديلات نقدر نعرفها قبل تبلش؟ والله امانه العلم عند بضاري مدرب الفريق، وان شاء الله هو قادر على يعدل النتيجة بإذن الله. راضين عن أداء الفريق لحد الآن؟ والله أمانة أداء الفريق قاعد يتعدل حبة حبة، وإن شاء الله قدام خير. كابتن تركي التميمي أحد عناصر نادي القادسية، بالبداية أقول لكم بالشوط الأول مبروك، جول بدر مطوع عطى الأفضلية لنادي القادسية، بس قادرين تحافظون على هذا التقدم؟ الله يبارك فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشوط أول شيء قدمنا فيه يعني أداء ممتاز، إن شاء الله قادم أفضل الشوط الثاني، و ان شاء الله نقدم شوط ثاني يعني افضل احسن من الاول يعني باذن الله. ضيع القادسيه ايش كثر هجمات اليوم؟ في توتر بالنسبه للهجوم ولا؟ والله هذا شوف يعني تضيع هذا توفيق من الله يعني قادر القادسيه انه يفوز اليوم ان شاء الله باذن الله، والقادم افضل ان شاء الله. بس لما تكون النتيجه 1-0 مهمه كبيره على حراس المرمى، انك لازم ما يدش عليك جول عشان لا ترجع المباراه لنقطه الصفر، فتحافظون على هذا التقدم. دور حارس المرمى هني يبرز، فتحس انه في ضغط اكثر على حارس المرمى. صحيح صحيح، لازم يكون في ضغط على حارس المرمى، ولازم يركز اول 5 دقائق واخر 5 دقائق. كابتن عبد العزيز الكندري احد عناصر نادي برقان، بالبدايه اقول لك هارد لك الشوط الاول 1-0 لنادي القادسية، ايش راح تسوون بالشوط الثاني ونازل انت اساسي ان شاء الله؟ اول شيء الحمد لله على كل حال، المباراه ما خلصت، المباراه عباره عن 90 دقيقه، قادرين ان شاء الله نرد. مثل ما شفت الجول الاول يا بلنتي باول الدقائق تحبطنا شوي، بس بعد نص ساعه قدرنا نهجم وعندنا كور خطره، وان شاء الله الشوط الثاني راح يكون افضل باذن الله. باذن الله. توقعاتك النتيجة المباراه؟ هل راح قادر ان نادي برقان يقلب النتيجه؟ باذن الله قادرين، بس اتوقع هذا عند رب العالمين، انا اللي علينا بنسويه وزياده، والنتيجه عند رب العالمين. شفنا معكم أعزائي المشاهدين أحداث مباراة القادسية وبرقان من تصفيات كأس الأمير حفظه الله ورعاه، واللي انتهى الشوط الأول عفوا بتقدم القادسية بنتيجة 1-0، سجل الهدف الكابتن بدر مطوع عن طريق بلنتي. نشوف أحداث ومجريات الشوط الثاني شنو يحمل لنا من أحداث. يسعدني أن أكون معكم والوصف التفصيلي. شوط المباراة الثاني في أغلى الكؤوس كأس سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تمريرة حلوة هذه، دا سيلفا دا سيلفا دا سيلفا، الله 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 الله، يشكر رب العالمين إنه سجل أول أهدافه مع القادسية، وفعلا ركنها بالزاوية يعني اللي على يسار حارس المرمى في الدقيقة 9. وأحمد الظفيري بدر مطوع سقط كرة، الله الله الله، خلاص
خلاص خلاص بدأ يتفاهم مع بدر المطوع. ما شاء الله متحمس حق دا سلبة اليوم بدع دا سلبة. تدري هو أول مباراة يلعبها تمرن تمرينين بس، فأكيد لما لاعب ما تمرن ما سوى شيء يحط جولين، شفنا فيديوهات اللاعب زين يعطينا أمل، وإن شاء الله بعد لاعبنا المحترف الثاني الأرجنتيني يوصل باكر الساعة 8 بالليل، وإن شاء الله أنهم يقدمون شيء وايد حق الفريق يعني حق الجمهور بعد، يعني أتمنى هالمحترفين يردون الجمهور حق المدرج، وهذا املنا عشان شي احنا فرحانين. شوف المحترفين قاعد ينعشونكم ثلاث اهداف القادسيه للحين، قاعد يكافئ جمهور القادسيه. والله المكافاه الاكبر يعني كاس ولي العهد يوم الاثنين. هذه المكافاه. جاهز الفريق. والعوده للصداره، احنا نقول كلمه وما نغيرها. كلمتنا هي القادسيه بمن حضر، ما نتحجج نقول فلان مصاب، فلان مو موجود، فلان احترف، فلان. لا لا القادسية هو القادسية ما يبي عيونك على الملعب. الرابع ضاع مع الأسف. انزين ونوجه دعوة حق جماهير القادسية تكون حاضرة في يوم الاثنين لحضور نهائي كأس ولي العهد حفظ الله ورعاه لتشجيع القادسية ضد الكويت، وش راح يسوي القادسية في هالمباراة؟ والله احنا نناشد الجمهور ونبحث عن متطوعين، لأن عندنا بنر وعندنا لوحة بنشيلها كجمهور قياسها 10×10، ما نقايل شنو تفاصيل اللوحة. زين مفاجآت محضرها الجمهور قد ساو. احنا مفاجأتنا مو مفاجأة، احنا متعودين على كل شيء حلو يعني القادسية ما عندنا مشكلة. انزين بس نبي الجمهور يحضر بكثرة، جمهور القادسية لازم يرد له من المدرجات، جمهور القادسية هو جمال الدوري، الجماهير هي جمال أي بطولة في العالم يعني كله، فجمهور القادسية لازم يرد. اشتقنا لكم جمهور القادسية، المدرجات اشتاقت لكم، تعالوا. ونقول للزعيم ما حد يقدر له. طبعا هذا الزعيم، ونبي نشيل شيله الحين. شباب الشيله هذه نسمع الشيله محضرها لنا جمهور. تعلم يلا، وهذا القدساوي نمبر وين، يلا تعلم فنونه اللعبه باصوله، تعلم فنونه اللعبه باصوله، وهذا القدساوي برقان لاشي حيل، او نقول مباريات اليوم اليرموك وخيطان 1-1 تضامن على الساحل 3-1، وهنا ممكن جول رابع الرابع عن طريق عبد العزيز المشعار. ما يقدر خلاص، ايضا يقول له بدني تخصص بدر مطوع اللعب. سعود يعلي، سعود حلوه حارس، وهذه المرتده بدر هو والجول. مو معقول اللي يصير يا بدر. شريف النوايشه، بدر مطوع، بدر نوايشه، لكن ماشي معاك يا شريف النوايش. واول ثلاث نقاط في مجموعته الاولى، سعود الانصاري، بدر لكن تضرب وتقل خطورتها بغياب الخبره دائما صالح الشيخ. وهذه المحاولة للطارق اللقمان، لقمان الله 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 عليك يا طارق اللقمان، لاعب حقيقة تكلمت عنه في الشوط الأول، الحرم ما يقدمون الهجوم. مبروك للقادسية، هارد لك برقان، وأول ثلاث نقاط لنادي القادسية في المجموعة الأولى لبطولة كأس سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله،
ورعا. عبد الله الحقان اداري نادي القادسيه، للتو شفنا مباراه القادسيه وبرقان في تصفيات كاس سمو الامير حفظه الله ورعاه اللي انتهت بنتيجه 4-1. هذه دفعه حلوه ومعنويه كبيره لنادي القادسيه قبل النهائي مع الكويت، نهائي كاس ولي العهد حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني بدايه مسابقه كاس سيدي سمو الامير، وفوز باول مباراه في المجموعه يعني تعطيك دفعه مثل ما قلت حق المباراة النهائية اللي هي يوم الاثنين إن شاء الله مع نادي الكويت. طبعا احنا في البداية يعني يمكن حصلنا الجول البدري اللي هو خلاك تسيطر على المباراة، يمكن نزل من معنويات فريق برقان. الاستعداد إن شاء الله حق سمو ولي العهد يبدي من اليوم. طبعا الحين خلصنا ونفرح بالغرفة، بعد الغرفة الكل يستعد حق المباراة النهائية، مباراة فريق الكويت، فريق يعني يملك لاعبين محليين على مستوى عالي، يملك مدرب يعني يعرف الدوري الكويتي عدل ومحترفين على مستوى عالي. القادسية ما يقل شان عنا يعني بالنسبة حق اللاعبين المحليين والمحترفين والمدرب نفس الشيء، هم صار له يمكن 4 أو 5 سنين في الكويت يعني عارف الدوري الكويتي، لكن تبقى هي مسابقة عزيزة على قلوبنا. التشريف السلام على سيدي سمو ولي العهد هو الفوز الكبير، لا حق القادسيه ولا حق الاسره الرياضيه جميعا. فنتمنى ان المباراه تكون حلوه، جماهير تحضر ان شاء الله تتمتع وتطلع المباراه على مستوى الحدث باذن الله. نشوف مباراه جميله من الطرفين، ونقول لكم كل التوفيق لكم، وهذه بدايه حلوه لنادي القادسيه، ومتعودين على نادي القادسيه دائما كبير وحاضر في كل البطولات. الف مبروك، ونشوفكم في البطولات الجايه بمستوى احسن إن شاء الله. باذن الله، مشكور، الله يعطيك العافيه. للتو شفنا احداث مباراه القادسيه وبرقان واللي انتهت ب4 أهداف مقابل هدف لصالح نادي القادسيه. وصلنا معكم اعزائي المشاهدين الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. مع السلامة. طالع الشيخ، كرة العرضية، سجد الله. الله 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 الله.